السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك مع مروة غنيم. موضوعنا اليوم عن الكلى. زي ما احنا عارفين إن الكلى هي أساس جسم الإنسان، بتعمل الكلى على إدارة تخليص جسم الإنسان من كافة السموم، كما تعمل على تنظيم السوائل، وبتعمل على موازنة المعادن، وبتعمل على تنقية الدم كل 30 دقيقة. هنتعرف أكتر عن الكلى، أهميتها ووظائفها داخل جسم الإنسان باستضافة الدكتور خالد أبو زيد، استشاري أمراض الكلى ورئيس قسم أمراض وزراعة الكلى بمستشفى غسان نجيب فرعون. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك. قبل ما أقابل حضرتك كنت قريت كم معلومة كده عن الكلى، منها أن تجديد الدم، تنقية الدم بتبقى كل 30 دقيقة. دي المعلومة الأولى. المعلومة الثانية أن استطاع بعض الباحثون باختراع حاجة بديلة للكلى بتقوم بنفس وظيفة الكلى في الجسم، فكنت عايزة أعرف مدى صحة المعلومتين من حضرتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بخصوص موضوع تنقية الدم كل 30 دقيقة، هي المعلومة في الحقيقة غير دقيقة. الدم بيمر على الكلى كل 5 دقائق. احنا عندنا 5 لتر دم القلب بيضخهم بصورة دائمة ومستمرة في الدورة الدموية عشان يوصل الأكسجين والتغذية لكل أعضاء الجسم ولكل الخلايا، من أول المخ لغاية أخمص القدم. الدم ده بيمر على الكلى كل 5 دقائق ليتم عملية تنقية لمرة كل 5 دقائق. لو حسبنا كمية الاستخلاص والاستصفاء اللي بتتم للدم على مدار ال 24 ساعة بتوصل في إجماليها 180 لتر. أي أن الدم بيدخل الكلى ويخرج منها في اليوم مرات متعددة، بيترشح الدم ويعاد امتصاص كل المكونات بتاعة الدم مرة تانية داخل أنابيب الكلى وداخل النسيج الكلوي بكل ما تحمله من سوائل وبلازما وإنزيمات وأملاح بلا خلايا، أي أن الخلايا لا تمر عن طريق المرشح بتاع الكلى، لكن كل الأشياء الأخرى بتمر وبيعاد امتصاصها مرة تانية. إذا مرت الخلايا الدم أو الزلال عن طريق البول ولم يستعاد امتصاصها مرة تانية، بيبقى معناها إن في مشكلة حصلت في الكلى، مشكلة حصلت في النسيج، في الكوبيبات بتاعة الكلى، أو في الكهرباء الخاصة بالمرشح أو الفلتر بتاع الكلى. وعلشان يتم عملية استخلاص لكل السموم اللي موجودة في الدم، لابد من عملية الاستصفاء للدم على مدار ال 24 ساعة، حتى واحنا نايمين بيتم الدم بيدخل عن طريق الكلى، يدخل عن طريق الدورة الدموية للكلى ويعاد امتصاصه مرة تانية. بالنسبة للجهاز اللي اخترعه العلماء في الوقت الحالي للقيام بالوظيفة البديلة عن الكلى، هو بالفعل فيه محاولات يعني شديدة جدا وقوية جدا وفي معامل متعددة على مستوى العالم لإنتاج حاجة زي الشيب بتاع الكمبيوتر، فيها فلتر معين بيعمل حاجة اسمها اوتو ريجينيريشن، بيعيد تجديد نفسه، بيتوصل بالشرايين والأوردة الدموية، بيمر به الدم زي ما بيمر على الكلى ليعاد استصفاء العملية للقيام بعملية استصفاء وتنقية للكلى من السموم اللي موجودة بيها، وعن طريق زرع خلايا معينة. الخلايا دي جاية من الستيم سيل اللي هي الخلايا الجذعية اللي هي بتمثل الخلايا الممثلة للكلى، ولكن إلى الآن لم يتم تطبيق هذا عمليا بالشكل الناجح. وإن يكون في بعض الـ الأخبار بتنم عن إن بدأ يعني يتم زراعة مثل هذه الشيبس عند بعض المرضى وبتدي بعض النتائج اللي قد تعطي أمل لمعظم مرضى الكلى في المستقبل إن شاء الله ليكون هناك بديل عن الغسيل الكلى وزراعة الكلى. تمام. طيب بالنسبة للأدوية بتاعة التخسيس بتاعة الجيم، بعض الشباب بياخدوا بعض العلاجات أو المكملات في الجيم. طبعا الكلى زي ما عرفنا لها وظائف متعددة. الوظيفة الأولى استخراج السموم من الجسم، تنظيم السوائل والأملاح المعدنية في الجسم، تنظيم السكر والضغط، وإنتاج الهرمون اللازم لتصنيع الدم. فالكلى لها وظائف متعددة وكثيرة بنعرفها في الحقيقة لما بنفقد جزء من وظيفة الكلى أو نفقد الوظيفة كاملة. لما بيحصل فقدان للوظيفة سواء كاملة أو جزئيا بنفقد مثل هذه الوظائف، مثل تجميع السوائل، اختلال في الأملاح المعدنية منها البوتاسيوم والكالسيوم والفوسفيت، اختلال الهرمونات، نقص في الدم، هشاشة في العظام،
اختلال في العلاقه ما بين الكالسيوم والفوسفات والغده الجردرقيه، اي انه بيتم اختلال كامل في كل في معظم اجهزه الجسم، مما يؤثر على القلب والاوعيه الدمويه والمخ والرئه ومعظم اجهزه الجسم بتتاثر لما بيحصل فشل كلى. في الحقيقه مهم جدا جدا ان احنا نحافظ على الكلى انها تكون شغاله. ازاي يتم الكلام ده في الحقيقه؟ طبعا الناس اللي هم معروفين اللي هم الهاي ريسك اللي عندهم مشاكل بالفعل ممكن تؤثر على الكلى في المستقبل زي السكر والضغط والوزن الزايد واللي عندهم بعض الامراض المناعيه زي الذئبه الحمراء او الروماتويد او الروماتيزم وخلافه، مثل هؤلاء الناس لابد لهم من المتابعه الدوريه مع اختصاصيين الكلى للحفاظ على الكلى من تأثيرات الأمراض ومن تأثيرات الأدوية المستخدمة لعلاج مثل هذه الأمراض. في الحقيقة الأشياء اللي ملناش مبرر فيها واللي بيكون لها أثر سلبي على الكلى بشكل قوي جدا، منها الأدوية اللي بتستعمل في الجيم، الأدوية المستعملة للتخسيس مثل زي الكرياتين والأمينو أسيد والديكاديوروبولين والجروس هرمون وخلافه، وكل يوم في الحقيقة بنكتشف إن الناس بتستخدم مثل هذه الأشياء بشكل مبالغ فيه وبشكل ليس له اي داعي طبي، ولكن لمجرد ان هم يعملوا بناء للعضلات بشكل سريع. وده في الحقيقه وجد كل الدراسات الطبيه بتؤكد دلوقتي ان مثل هذه الاشياء لها تاثير سلبي على الكلى وعلى وظائفها في المستقبل. وفي الحقيقه احنا في عمليا بنواجه مثل هذه الحالات بشكل يومي في المستشفيات. وبنؤكد على كل من يعني يقوم بمثل هذه التعاطي مثل هذه الأدوية أو مثل البروتين الزائد أو خلافه إن هم يمتنعوا عن هذا، وإنه قبل أن يبدأ في مثل هذه الأشياء إنه يراجع الطبيب بتاعه عشان يعرف منه هل يمكن إنه يستخدم مثل هذه الأشياء ولا لا. في الحقيقة أثر هذه الأشياء لا يقل خطورة وضرر على الكلى زيه زي المسكنات والمضادات الحيوية اللي ممكن تؤثر على الكلى بشكل سلبي وتؤدي للأسف الشديد في النهاية إلى فشل كلوي والاستمرار على الغسيل فيما بعد أو الاحتياج لزراعة الكلى نتيجة لاستعمال مثل هذه الأشياء الضارة، واللجوء إلى بعض الوصفات الطبية من غير المتخصصين وبالذات مثل بعض المقاطع اللي بتبقى موجودة على اليوتيوب أو المعلومات اللي بتبقى موجودة على جوجل أو غيره، وفي الحقيقة وبتنزل بشكل غير مدروس وغير يعني مصرح به بشكل طبي بشكل دقيق، وبالتالي بيكون له أثار سلبية على صحة الناس في المستقبل. فمهم جدا إن احنا نعيش حياة طبيعية والبعد عن الأدوية والمسكنات والأعشاب الضارة والاضافات من البروتين والديكاديروبولين وخلافه اللي ممكن تضر بصحتنا، ده شيء مهم جدا في حياتنا. طيب انا لاحظت ان برضو المواقع اللي انا دخلتها كانت مواقع طبيه، على كده احنا بننصح حتى المواقع الطبيه ما بتقولش المعلومات صحيحه، ما نعتمدش حتى على المواقع الطبيه. في الحقيقه من الممارسات الخاطئه اللي بقينا نواجهها في حياتنا بشكل كبير جدا، وبقى شكل فيه نوع من انواع الاجهاد بالنسبه لحتى الاطباء، ان كل واحد رايح المستشفى دلوقتي بقى يقرا كلمتين على جوجل او بيقرا كلمتين على اليوتيوب ورايح يتكلم الدكتور من منطلق انه خلاص درس طب وعارف المعلومات. انا قريت كلمتين قبل ما اقابلك. هو وللاسف الشديد ده اللي بيحصل مع تقريبا 90% من المرضى اللي بيروحوا المستشفيات في الوقت الحالي. المعلومات الطبيه ليست بهذه السهوله ولا بهذا اليسر. المعلومات الطبيه الخاصه بصحتنا العامه تتعلق باشياء بسيطه جدا اللي هي نشرب ميه بما فيه الكفايه، لا نفرط في الاطعمه، ان احنا ننام بشكل مناسب اللي يتناسب مع حياتنا ومع صحتنا، الرياضه شيء مهم جدا في حياتنا، البعد عن كل ما يضر الجسم من افراط في الاطعمه وافراط في الادويه وخلافه، كل دي قواعد طبيه بسيطه وسهله جدا اللي يعني موجوده في الايه القرانيه بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعني بمنتهى البساطه واليسر والسهوله، وان حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع. فمثل هذه الايه القرانيه والحديث ضمت كل هذه القواعد الطبيه الصحيحه لاي بني ادم سليم. وفي النهايه حتى البني ادم المريض احنا بننصحه في النهايه بالبعد عن الافراط في الاطعمه والبعد عن ما يضر الجزء المتبقي من وظيفه كليته او خلافه لكي نحافظ على الجزء المتبقي من وظيفه الكلى اطول فتره ممكن. وبالتالي انا لا انصح الناس بانها تلجا لمثل هذه المعلومات المنقوصه والغير دقيقه واللي قد تكون حقيقيه ودقيقه ولكن مفهومها بيكون غلط.
بيكون اللي قراها قراها بشكل خاطئ، وبالتالي المفروض انه يلجا للطبيب اللي هو عنده الخبره الكافيه وعنده المعلومات الكافيه الحقيقيه والمدروسه اللي ممكن يعني يكون عنده الثقه في التعامل معاه ويحصل منه على مثل هذه المعلومات. طيب بالنسبه نرجع لنقطه شرب المياه، زي اشعه الصبغه اللي بنتعرض ليها بعض الناس، بينصح الاخصائي ان احنا نشرب ميه بكميه كبيره، وبرده نرجع تاني للعلاجات ومكملات بتاعه الجيم، برضو كان المتخصص في الاماكن اللي زي دي بيقول احنا ممكن نحمي الكلى بشرب المياه بكميه كبيره. هل شرب المياه كفيل ان هو يحمينا من المشكله بتاعه اي اضرار للكلى ولا مش فارقه؟ طبعا سؤال حضرتك سؤال جميل جدا. شرب المياه شيء مهم جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. حقيقي الميه مهمه جدا بالنسبه للكلى، كما انها مهمه جدا بالنسبه للبشره وللقلب وللشرايين ولكل الترويه الخاصه بكل اجزاء الجسم. فالميه في غايه الاهميه، والميه الكافيه في الحقيقه هي الميه اللي تخلينا ندخل الحمام بالليل على الاقل مره او مرتين، لان احنا ممكن نشرب ميه ولكن نتعرض للعرق وبالتالي الكلى ما استفادتش منه حاجه. فشرب الميه شيء مهم جدا، ولابد ان احنا نجعل ديداننا في الحياه ان احنا دائما بنشرب كميه معينه من الميه او كميه كافيه من الميه اللي تكون كافيه عشان صحه جسمنا. استخدام السوائل والميه لحمايه الجسم من ولحمايه الكليه بالذات من الصبغه ومن الادويه الضاره ده امر مهم جدا وطبيعي وبديهي، لان كل ما شربنا كميه من الميه كل ما خففنا تاثير مثل هذه المواد على الكلى، الانسجه بتاعه الكلى وعلى الشرايين الخاصه بالكلى. وبالتالي شرب الميه امر مهم جدا واساسي، وحتى احنا في المجال الطبي على في المجال العملي داخل المستشفى لما بيكون عندنا مريض عنده خطوره للتعرض للصبغه بنحطه على سوائل كتيره جزء كبير جدا من السوائل، ونخفف كميه الصبغه ونقلل ونغير نوعها عشان خاطر ما تبقاش لها تاثير على الكلى. وبالتالي مهم جدا شرب الميه. طيب شرب الميه هل ينفع يكون اخر اليوم، ولا في ناس بتشتغل طول الوقت بره البيت فممكن اخر اليوم اشرب الكميه الكافيه قبل النوم؟ طبعا سؤال حضرتك مهم، لان في ناس حتى ما بتقولش قبل النوم، في ناس كتير يقول انا هشرب ميه كتير على الريق عشان خاطر اخس. مفيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها ان انا بقسم الميه على مدار اليوم، لان انا محتاج الميه على مدار اليوم، لان كليتي محتاجه، لان الدوره الدمويه محتاجه تبقى مليانه ميه على مدار اليوم. كل اعضاء الجسم محتاجه ترويه صحيحه وسليمه وبنسبه مقبوله على مدار اليوم. وبالتالي ما ينفعش ان انا اجمع الميه زي بعض الناس لما بيبقى عنده اصناف كتير من الادويه بيجمعها كلها وياخدها مره واحده. مفيش حاجه برضه اسمها كده، المفروض احنا بنقسم الادويه على مدار اليوم بالشكل اللي يتناسب مع احنا بناخدها ليه وعشان ايه وباي طريقه. وبالتالي ده امور مهمه جدا ان احنا ما نجمعش الميه، كما ان احنا ما نجمعش الادويه على كما ان احنا ما ناكلش مره واحده كميه كبيره جدا من الاكل يحصل لنا تخمه منها وبالتالي بيحصل سمنه وندخل في قضيه كبيره جدا سكر وضغط واختلال في كل شيء في جسمنا نتيجه ان احنا بناكل مره واحده برضو على مدار اليوم. ناكل كميات خفيفه، البعد عن الحاجات طبعا اللي هي الفاست فودز، ده مهم جدا جدا جدا، لان في الحقيقه من اهم المشاكل اللي بتواجه الناس في الوقت الحالي وتواجه الصحه في الوقت الحالي هي السمنه المفرطه. السمنه المفرطه بيترتب عليها سكر وارتفاع في الضغط واختلال في كل الاملاح المعدنيه في الجسم والدهون، مما يؤثر على الكلى سلبا ويؤثر على القلب والشرايين الاوعيه الدمويه والمخ. طيب انت نورتني يا دكتور، استفدت منك كتير عكس اللي قريته طبعا. لازم يكون في بيننا سلسله حلقات ان شاء الله، ونشوفك في حلقه ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور خالد ابو زيد استشاري امراض الكلى ورئيس قسم امراض وزراعه الكلى بمستشفى غسان نجيب فرعون، نورتني. شكرا لحضرتك. السلام عليكم، رجعت لكم تاني معايا دكتور ابراهيم محمد الانيس طبيب جراحه بمستشفى غسان نجيب فرعون. اهلا يا دكتور. مرحبا، نورتني. عكس نورك والله. عايز اسالك ايه الاعراض اللي بعدها بيذهب المريض لطبيب جراحه؟ عاده ما في عرض او علامه معينه ممكن نقول ان هي حاله جراحه مباشره من شخص عامي. عاده المريض بيروح لطبيب عام بشكل روتيني او سنوي او عن طريق الطوارئ. الطبيب بيقوم يعني بعض التحاليل الدم بعض الاشعاعات، من بعدها يعمل كونفيرم او تاكيد ان هاي الحاله فعلا تستدعي تدخل جراحي. هي يعني رقم واحد. رقم اثنين، حتى التدخل الجراحي بيكون كحل اخير، ما بيكون كحل بدائي. نحن بنعطي فرصه للمريض انه يتعالج بالعلاج بالحبوب، بنعطي فرصه. اذا لا سمح الله لا تحسن
ما في أي تدرج في التحسن حتى، ممكن نخلي الجراحة كحل. لكن مبدئيا لازم يشيد الطبيب العام يطلب فحوصات وأشعاعات، بعد كده نقول هي حالة جراحة فعلا. تمام. طيب هل ممكن لمريض موجه لعملية جراحية بالفعل، هل ممكن استبدال العملية الجراحية بأشعة تداخلية أو منظار أو غيره؟ عادة لكل مريض أو كل مرض عفوا ستيب لاين مانجمنت، يكون في فيرست ستيب لاين، سكند لاين، ثيرد لاين. التدخل الجراحي زي ما قلت أنا آخر حل. يكون في بعض مثلا حتى الأورام يكون نبدأها بالكيمو ثيرابي مثلا أو الراديو ثيرابي. إذا تحسن اختفى الورم أو اختفى المرض، احنا هون نلغي التدخل الجراحي. لا سمح الله حصل اكستنت، حصل توسع في المرض، لا هون ندخل نخلي الجراحة حل. لكن كمنظار ممكن نتبدلها بالجراحة، لا، في فيرست أو سكند أو ستيب لاين، يعتمد على كل مرض. وزي ما قلت الجراحة هو حل أخير، هو حل في البداية بيكون عادة. طب إيه النصيحة اللي ممكن تنصحها لأي مريض قبل دخول عملية جراحية؟ هاي النقطة أنا كتير بواجهها وكتير يعني فرص كويس إنك سألتيها. بعض المرضى بيخفوا يعني وجود بعض الحالات عندهم، مثل حالات الأمراض النفسية، التدخين، كون عمل عملية من قبل، لأنه التخدير والأدوية اللي ممكن نعطيه هي بعد العملية بتتعارض مع الأدوية اللي ممكن يأخذها قبل العملية، مثلا بعض أدوية الاكتئاب، بعض أدوية الشيزوفرينيا أو أي مرض نفسي بيكون بيأخذها وبيتخفى عنها. لما نعطي في أدوية التخدير أو بعض العملية بنلاقي مقاومة، ما بنلاقي نفس النتيجة إحنا متوقعينها، فهون إحنا ندخل في حالة كونفيوز، حالة عدم وضوح، ليش المريض هذا يتكتم على هذا الشيء؟ هي رقم واحد. اثنين، بعض العمليات الجراحية مثلا المريض عامل منظار إزالة مرارة، دخلنا له الآن حالة تكميم، بتكون وجوده عنده التصاقات كثيرة، فإحنا نتفاجأ إنه عامل إشي وما حكى لنا إياه هلا. فأنا بنصح لأي مريض يعني داخل عملية يعني هذا حل مش هين، لازم تكون واضح في كل أجوبتك مع الدكتور، من تدخين، من استخدام أدوية، من حالات من قبل دخلت فيها، كون واضح. لأنه صراحة إحنا كمان نحرج وإنت حتتحرج معنا. فنصيحتي بس كون صريح وواضح، وفي النهاية هذه أسرار بينك وبين الدكتور، يعني في النهاية أمانة عند الطبيب، أسرارك مكتوبة في الملف ما أحد بيطلع عليها إلا المسؤول الشخصي الدكتور. تمام، شكرا لمعلوماتك يا دكتور، نورتني. العفو والله. دكتور إبراهيم محمد الأنيس، طبيب جراحة بمستشفى غسان نجيب فرعون. مرحب فيك، نورتني يا دكتور. على راسي والله، أهلا وسهلا. أشوفكم على خير الحلقة الجاية إن شاء الله، برنامج صحتك مع مروة غنيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.